في لحن مميز لبرنامجي دراسات قرآنية. نعم. لا أتأثم في ذلك ولا أرى فيه أي حرمة. لكن فضلت الدكتور، الآن عندما نتكلم عن الدراما بهذا المعنى فنحن نتكلم عن لوازم كثيرة لها، منها مشاركة المرأة في التمثيل مع أشياء أخرى. دعني أبدأ بهذه النقطة بداية، كيف أو ما حكم مشاركة المرأة في التمثيل في هذه أستطيع أن أقول لك الأمر سهل جدا جدا. لو فن دراما كان يعتمد على مجموعة من القائمين بهذا الفن كلهم متناغمون منسجمون في الالتزام الإسلامي، نعم، يعني المخرج المنتج الممثلون كلهم منضبطون، إذا الجو أصبح جو إسلامي والمناخ مناخ إسلامي، لا حرج من أن توجد المرأة في جو هو جو إسلامي. جميل، واضح كيف؟ قضية الاختلاط، قضية الحجاب. لكن المشكلة في الجو القائم حاليا أنك تجد ممثلة تابت إلى الله عز وجل، قيل لا طيب لكن هنالك تمثيليات جيدة، هنالك فنون من الدراما تخدم التاريخ الإسلامي، فتفضلي. ما المشكلة؟ المشكلة أنها تعود لتجد جوا موبوءا، زميلها الذي ستمثل معه غير ملتزم، نعم، المخرج غير ملتزم، واضح؟ نعم، بيئة غير ملتزمة، صحيح، بيئة غير ملتزمة. الفن، فن الدراما أشبه ما يكون بالأوركسترا، نعم، ينبغي أن يكون أعضاؤها في تناغم متناغمين، ما ينبغي أن يكون فيها نشاز. جميل. لذلك أنا أقول مرات أسأل عن فلانة تابت إلى الله عز وجل وهي ممثلة بارعة، نعم، قيل لها ما في مانع أن ترجعي إلى التمثيل، أقول لها نعم لا مانع بشرط أن يكون زملاؤك والمخرج كلهم بهذه الشكلة، حسنا ما في مانع، لكن إذا كان الأمر على الخلاف ذلك ستجد نفسها نشاز في جو. هذه هي المشكلة فقط. جميل جميل. فضلت الدكتور، النقطة الثانية في الحديث عن التمثيل هي قضية الموسيقى التصويرية، وقد نرجع إلى ما ذكرناه في حلقة الماضية عن الموسيقى، لا يقبل فنيا ولا يكون منافسا من حيث استجلاب الجمهور المخاطب أن تكون الأعمال لا يوجد فيها موسيقى تصويرية. فما حكم الموسيقى التصويرية المصاحبة للأفلام؟ هل يختلف عن الحكم العام للموسيقى؟ طبعا أنا إذا رجعت إلى ما ذكره الفقهاء قديما عن حكم الموسيقى لن أجد شيء اسمه موسيقى تصويرية. نعم، شيء جديد هذا. طبعا مصطلح. أنا في هذه الحالة أجيز لنفسي أن أجتهد، نعم، وأقول بحق وأنا مطمئن البال إلى أن الموسيقى التصويرية التي تعين على إنجاح فن الدراما، نعم، لا علاقة لها بالموسيقى المحرمة، نعم، لأنها ليست موسيقى مطربة، وليست الموسيقى التي تحتضن، نعم، أصداء لمزاج محرم، لغرائز محرمة، هي مؤثر صوتي فقط، هي عبارة عن مؤثرات تضع المشاهد في جو ذلك الحدث. تمام، في جو ذلك الحدث. فأنا اجتهادا مني وبناء على أسباب حرمة الموسيقى وبناء على الكلام الذي قاله الفقهاء أقول وأنا مطمئن البال أن الموسيقى التصويرية لفنون التمثيل، اللحن المميز لبرنامج من البرامج، في لحن مميز لبرنامج دراسات قرآنية، لا أتأثم في ذلك ولا أرى فيه أي حرمة. يعني بمعنى لو قام الآلاتية وعزفوا، طبعا العزف سيكون في استوديو، الموسيقى التصويرية في استوديوهات، استوديو، نعم، نعم، لو قاموا ففعلوا مثل هذا، نعم، وهم يعلمون أنهم يسجلون موسيقى تصويرية لأعمال برامج كيف بدها تتحقق؟ عن طريق نعم نوتة،
نعم. عن طريق ملحن فنان وضمن التخصص العام. فيما يتعلق في التمثيل وما ذكرتموه، هل يختلف الأمر ما بين التمثيل الحي اللي هو على المسرح والتمثيل المصور اللي هو التلفزيوني أو السينمائي أو ما شابه ذلك؟ ما ينبغي أن يكون هنالك أي فرق إذا وجدت الضوابط التي تحدثنا عنها. نعم. يعني هنالك قصة إسلامية تمثل مثل قصة وأسلمها. نعم. شيء مهم جدا هذا. نعم. نعم. تمثل على المسرح وكانت الضوابط الإسلامية موجودة، ولحسن الحظ هذه قصة تاريخية. نعم. لو وجدت نساء فإن هؤلاء النساء ما كنا موجودات في ذلك العصر إلا وهن محتشمات حدث التاريخي. أنا حتى النعي الفنية تقتضي أن نعم. تكون المرأة التي الواقع التاريخي محتشمة. نعم. تعبيرا عن ذلك الواقع. نعم. لكن هنا يعني دعني أقول لك شيئا لا يتعلق بهذا الموضوع لكن بين قوسين، الدراما التي تتعلق بتجسيد واقع تاريخي نشاهده يتوقع نجاحه على أمور هامة. نعم. من أهمها الثقافة الإسلامية، من أهمها اللغة العربية. نعم. أنا عندما أجد نعم فريقا يمثل قصة تاريخية، نعم يوجد فيها من يمثل القعقاع بن عمرو مثلا أو خالد بن الوليد وأصغي إلى لهجته أجد العجمة تتقاطر من كلامه. نعم. وأجد أنه يفخم الحرف الرقيق ويرقق الحرف المفخم ولا إلى ذلك. أقول لك بحق أنا أشمئز من سماعي هذا الكلام، وأجد أن هذا الإنسان يحاول أن يشد نفسه إلى الأعلى ولا يتأتى له، ومن ثم فهو يبت ثم يشد نفسه ثم إنه يقع. نعم. يا أخوانا أنتوا الفنانين ينبغي أن تتعلموا اللغة العربية، وينبغي أن تتلمذوا على المقرئين. نعم. وينبغي أن تتعلموا فن التجويد. نعم. حتى تستطيعوا أن تنطقوا بمثل ما كان ينطق به أولئك الناس. نعم. سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. نعم. مشركين. نعم. 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 هذا شيء ينبغي أن نقوله للفنانين في غاية الأهمية.